أعزائي المشاهدين، نحن الآن متواجدين داخل أحد المعالم الأثرية في مدينة دير الزور. السوق المقبي هو أحد المعالم الأثرية في المدينة. تعرض هذا السوق لقصف عنيف ودمار من قبل قوات الأسد خلال الهجمة أو الحملة الهمجية العسكرية على مدينة دير الزور. تعرض من خلالها لدمار كبير في المحلات، ودمار يعني هذا الدمار أدى إلى يعني كما تشاهدون السوق يعني بعد أن كان الكثير من أهالي مدينة دير الزور يجتمعون داخل هذا السوق، الآن أصبح شبه خالي من كافة المدنيين ومن كافة أصحاب المحلات الذين تعرضوا للقصف، مما أدى إلى دمار هذا السوق. كما تشاهدون آثار الدمار والخراب في هذا السوق الذي أيضا لم يسلم من بطش قوات النظام ومن قصفه الممنهج والعشوائي على أحياء مدينة دير الزور.
إذن وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة الميدانية في السوق المقبي أو السوق الأثري في مدينة دير الزور. تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم محمد الخلايف مراسل شبكة شام الإخبارية من مدينة دير الزور.